تجاوز عدد سكان النمسا 9 ملايين نسمة بسبب الهجرة وزيادة الأعمار. النمسا ترحل أكثر من 900 شخص رفض لجوءه الشهر الماضي. وزارة العمل تعمل على حاسبة خاصة بأسعار المواد الغذائية. فيينا تمنح قسائم فون بونوس 23 بقيمة 200 يورو لكل أسرة. النمسا تمنح 300 يورو لدعم طلاب المدارس على دفعتين. تقرير يكشف عن ثروة مخفية لسكان النمسا مرتبطة بالتقاعد. ومدينة فيينا تفرض حظراً على الشواء في الغابات بسبب الجفاف.